اسعد الله ايامكم مشاهدينا الكرام، ونحن مستمرين بافراح شهر شعبان المبارك. عاد الله علينا وعليكم باليمن والبركه، وان شاء الله دائما وابدا نحتفي ونستمر بتعظيم هذه الشعيره، شعيره الافراح لاهل البيت بالولادات ويوم ولاده الامام الحسين وليله ولاده ابي الفضل العباس سلام الله عليه. ايام مباركه، ايامك سعيده، كل عام انت بخير. طب صحه وعافيه استاذ احمد، وللاخوه الاعزاء المشاهدين والاخوات ولكل شيعه اهل البيت، والله يديم علينا وعليكم هاي المناسبات العظيمه، هاي الافراح. وانت قلت كلمه مهمه جدا حقيقه، لها اصل عقائدي، اللي احنا جاي نعظم شعيره من شعائر الله حقيقه. الحمد لله. واحنا لازم، يعني اتحدث عن نفسي، اتعامل مع هاي الجزئيه تعامل عقائدي عملي، وبس على مستوى الاعتقاد واليقين الراسخ، لا نتعامل وياها عمليا، انه احنا جاي نحيي شعيره من شعائر الله التي أوصانا بها الأئمة سلام الله عليهم. شيعتنا خلقوا من فاضل طينتنا. أكو عندنا فد نص يقول عجنوا بماء ولايتنا يفرحون ويحزنون. نسأل الله أن يديم علينا وعليكم هاي الأفراح. إحنا بالنسبة لنا كروادين أستاذ أحمد، الليلة عندنا استثنائية، ليلة ميلاد أبو فاضل سلام الله عليه. فدائما نكون خارج الصندوق، يعني خارج القياسات والسياقات. ليلة ميلاد العباس سلام الله، الخوة صارت يوم صار العباس. الله. نعم. الخوة صارت. خوة كون النفس يجري بروحن. اي. كون بنبض واحد يدق القلبين. لو كنت تسال هيك اخو صاير وين، دير الوجه واتجه صوب العباس، الخوة صارت يوم صار العباس. نعم. الله. الله. نعم. تعجبني ذائقتك، يعني هسه انا هو قاعد اقلقك بس صدق تعجبني ذائقتك. الله يطول عمرك ويحفظك. الله يوفقك. والالوان طالبين حلو، حتى خفت تسال قلبي الجو. انا هم لا صدق الجو، هم انا اجيت وانا ما عندي ثقه، يعني لا لا لا, لا انت شلون ما تلبس انت حلو؟ اولا جاه وجه خدمه امير المؤمنين وابناء امير المؤمنين بيك موجود ان شاء الله. الله يطول عمرك. وخلقك وسلوكياتك ان شاء الله هي اللي طاغي على كل الاساليب اللي ممكن نسويها، وبالتالي هذه نعمة من نعم الله علينا. قد ما احب بين كلامك، قد ما احب الشعبي واحب الفصيح. اي. قبل سنتين اول شعبان من بعد كورونا. اي. رحنا انا واخوي وصديقي الشاعر ناصر الصالحي. تحياتنا. كنا هنا شعبانيات. اي. ورحنا زرنا ناصر الصالحي ابو الذقار. صح؟ اصلا من ذقار بس هو ساكن بغداد. بغداد. اي بس هو اصلا شوف جاي يجرني بالكلام. أيه. فالمهم رحنا، هو طبعا عنده بيت عجيب. اي انا هو سامع له بالمناسبه. للعباس عنده بيت عجيب، يقول مضمونها، يقول تخيل تروحي واقف عند العباس سلام الله عليه باثناء المعركه، يقول ايش كانه هيك حطيت روحي بمحور الدائره. فيكمل الدائره، يقول عباس بالمعركه، فيصورها دائره الحرب. يقول عباس طر الدائره مبتسم شايل لواء يرف على الاخره. الله. الريح صاحت يا ابو فاضل اهب، قال لها لا تحصل الله. غدا ثرثره. ليش؟ يقولون عباس انتخب التي تنعد مؤنث ساعه التنقره. الله. فشاد رحنا جميل. الله. رحنا زرنا امير المؤمنين سلام الله عليه. قلت لك القصيده كلها؟ لا والله. لا ضروري اليوم اسرج عليها. لا عظيمة جدا. إيه. القصيدة، قصيدة الدائرة من أعظم ما كتب ناصر الصالح، يعني شاعر واسم مهم وتدري. الله يوفقه. لا سامع له هواي والله، يعني رائع. قريت بيت فصيح مكتوب عند قبر أمير المؤمنين، ماكم تدخل للطارمة. إيه. كاتبينه كبير. شو يقول البيت فصيح؟ يقول يا من وثقت بعباس لمسألة فأنت مثل الذي بالمصطفى وثقه. الله الله. وأنا بخدمتك مولاي. ليش ما تحول شاعر؟ ذائقتك عالية. ف لا انا تكتب اكيد. لا اها. لا ابدا، انا انطي فكره للشاعر. اي اعطي مرات مفاتيح المستهلات شيء. بس انا استاذنا الله يذكره بالخير، استاذنا حج طلال، هو ذكرنا حج طلال الكاظمي، هذا استاذ فعلا. ماجستير لغه عربيه. ماجستير اللغه العربيه مالته شنو؟ الفرات في ملحمه ابن نصار. اها. ملحمه ابن نصار اللي هي حول الحسين عليه السلام. الفرات عميقه. اي والتفاصيل والانتقاءات شلون جابناها. المهم فاول ما بديت اقرا قال لي كلمه، قال لي يجب ان يكون الشاعر رادود مع وقف التنفيذ. الله. يعرف كل تفاصيل. والرادود شاعر. والرادود شاعر مع وقف التنفيذ. وكان الحمد لله عرف الاوزان، التفعيلات، التفاصيل، الجزئيات كلها. جيد. احب الشعر يا اخي. لا لا هو حلو الشعر، خصوصا للي انه له احتكاك بمجاله. يعني انا اعرف احد الرواديد، تحياتنا الى ابو حيدر، يقول انا اكتب مطلع القصيده بس ما اعرف اكملها، ف
فاكتب مطلع القصيده واروح للشاعر اقول له طلعت هاي كمل عندنا ويطيل الطور مالتها وكذا هواي شواهد زينب يا غريبه هاي القصيده العظيمه الخالد المستهل عبد الرضا الله يرحمه اها المستهل عبد الرضا يقول شفته بالمنام اي ورحت لعبد الحسين ابو الشبع كتبها وصارت هاي القصيده الخالد سبحان الله نعم. سمعنا اسمع احنا مو قالوا لنا لا سلفون هواي سمعونا هواي اسمعك اريد اقرا لك فرد شيء شويه صعب ما يخالف يلا ما يصعب عليك ان شاء الله الله يسلمك ويطول عمرك يخليك. يقول الشاعر عقيل الشيبان ونعم شو انا رجعتك توني ارد اقرا قصيده إلي يقول يعني ارد اذكر مطلعها عباس شيء من وقف مشرعه بس اقرب لك اتذكرها يقول قصيده رائعه يقول ميمر هذه أي. يقول عباس خيط من الله للطف مده عباس خيط من الله للطف مده كل ما يهيد روح القداسة تصده شاف البشر شوف عباس خيط من الله للطف هده وحدث موضوع كل ما يهد روح القداسة تصده شاف البشر ما تستحق ورده وبعالمي الذر مخلوق بيمين السيف وجود بلغ ملائكة الأرض مخطور وأوحى بالرحمة السيف على المعمورة هب صرصر وروح القداسة يدور من رب نادى من رب رادى ورادى وفى لك العهود روح القدس ما رد خايف عن الناس ولا خايف من الشف يطق راس براس بس خايف لا إله إلا الله بس خايف يقولون سيف العباس بيد الله والقدرة نقول شف الله شف مقيود ناس بكفر وبدين تعرف ماضي من عالم الذر الله بيده مربي بولها عده وعده بولها عليه عد من يعد المعبود ويفضل على الموجود بولها عده بعالم البس ارواح وقرب اذان الحلق تكوينه وصاح يا بن علي هاك خذ هذا المفتاح وافتح ابواب الايمان عن لا تظل مسدود الله الله يا ابو فاضل ها لا لا استرسل مولانا يقول افتح العالم يا وجود التكوين يا كشخة حسين الركاب نفس حسين يا من رفع صدر الإسلام بجفين جف من محمد بيزود والثاني حيدر زود مولانا عباس يا نور الولاية ومعنا يا مسمع الله اللي يستمع للينخا شيخ وكريم وضيفة من يتلقاه يترس شليل أشمارات ويمسح بنور خدود شاوين يا المهم هاي صارت مصيبة بعد الله عقيل الشيبان مولي تحياتنا لأبو مسلم يعني ذكرت؟ لا ما ذكرتها بس أعتقد أحضرها الباكر قصيدة رائعة يعني أنا حافظها لسنوات بالمناسبة أنا حافظ 10,000 بيت شعري أي. بين حسيني ووطني ووجدان بس بن تريده لحظه تهيره اي بس انه مرات يسعفني اي يجنب وقت صح كان عندي برنامج اصوره فاكو فد موضوع كان كلش صعب يعني والكلام بيه محذور جدا وانا ما احب اخلي نفسي بسياقات محذوره نعم فاثناء الاسترسال بتقديم البرنامج حضرني شطرين من بيتين يعني الشطر الاول والشطر الاول والابيات الشطر الثاني ما حضرني حلو فكات كان هو هم تسجيل قعدت ادور وهذا لقيت البيتين هذن البيتين طلعني من محذور كان ممكن ينهون وضع الاعلامي عجيب سبحان الله في التخريجه اي هذا هذا وهذا هذا يد غيبيه هذا نعمه
خلي اعقب على القضيه. انت شفتني من دخلت القناه بيدي جلاس شاي، اشتريت من هذا ابو الشاي البركن، فلقيت شباب فتيه بعمار رواديدنا، فجاهم صديق هم اثنين هم يشربون شاي، وجل الثالث فهذا سفن ابو الشاي قال فلان، بس الاسم ما اريد اذكره، انا بصفهم يعني اقرب من عندك، قال له شنو هاي ملابسك؟ احنا جايين نزور الحسين، والله ما بيهم واحد عابر ال 18. عجيب. قال له هو هذا لبسي، هو جاوب شويه بعصبيه، قال له لا مو هذا لبسك، احنا نلبس نفس لبسك، هو لابس بنطلون 90 وكذا وسوارات و... قال لي يا اخي بس احنا جايين للحسين واليوم عيد ميلاده. سبحان الله، يعني هيك يجي بهالبساطه. قال له اليوم عيد ميلاده، معقوله واحد يجي تقبل تعيد عيد ابوك عيد ميلاده فيك ملابس؟ حلو. عجيب هاي الفطره والله. قال له راح اقرا زياره من هنا وارجع، انتوا روح. عجيب هاي الفطره والله، يعني شيء سعيد جدا انه هذا ايش قد شعر بمسؤوليه تجاه زياره الامام الحسين، والظاهر انهم يلبسون نفس ستايله. صح. بس لين جايين للامام فلابسين اي هذا هذا تقديس واحترام فطري. صدق هذا فطري، تقديس واحترام. هذه ايضا تاثير البيت والعائله. اي نعم. نروح لمحمد تقي لو نخليه برايك؟ نروح بس جاهز محمد تقي؟ شوفوا لنا يا شباب. اي شوف انت يوم هواي فتحت لي امور. اي يعني اوكي. تدري بعد مثل حضرتك احنا بعالم الشعر عمر صار لنا، بس درست كوبيات تبقى ملازمتك. صح. يبقى ملازمتك. الله يذكره بالخير، تحياتنا الى الشاعر ايهاب المالكي. مره الى قلت له قلت له انت عندك ابيات انا اتوقع واقطع باليقين انه مو انت كاتبها. الله. اكو يد غيبيه بالموضوع. مثلا بقضيه. اي انا اكو عده شعراء من ضمنهم ايهاب المالكي، تحياتنا لابو حيدر. انا قدمته ب 17 مهرجان تعريف حفل، وكل مره اشوفه اقول له انا اتعمد ما احفظ قصايدك لين اريد اظل استمتع بيهم. نعم. اريد اظل اشتغل لهم. جميل. لأن القصيده اللي تحفظها جميل تروح متعتها بالنسبه لك، لان الابيات كلها ترد تفاصيلها. تفاصيلها صارت يمك. تترك تفاصيلها. فانا حفيظ جدا للشعر، بس اتعمد مثل ايهاب المالكي تحياتنا له ما احفظ قصايده حتى ابقى استمتع به. فهو عدى قصيده للعباس سلام الله. احبك يا ابو فاضل موقف الروح. حبيك الجروح ترفض تهيد. إيه؟ بس شوفك بيها مثلا. إيه؟ يقول له احب ثنيه ركبتك وانت على الماي، ومن قال لك شرب منه؟ قلت له ما اريد. والله قلت له هذا البيت. اي يا لم طلع قيم من فكره. إيه؟ الماي كانك بالمواقف قاعد تصيد. احب نظر هذا اللي قلت له عليه، والسهم جاي. هذا قلت له عليه، قلت له هذا مو انت كاتبه. إيه؟ لما تقول لي انا صافن وطلع عدي هذا البيت، هذا انطوكيا. إيه؟ احب وقف ضميرك والسهم جاي. الله. شوف لطيفه اخونا العزيز علينا مو الحسين الصغير كرمه عزيز، وتحيه له وكل عام وهو بخير. انا مصلي وما شايفك العام وهو بخير. يقول فد ليله عندنا احتفاليه سوى انا وايهاب المالكي. فايهاب المالكي تاخر هواي. وبالمناسبه الماخوذ على ابو حيدر انه يتاخر هواي. ايه. تاخر شلع قلبي، فانا اقول قريت وقريت شعر وقريت مولد وقريت شعر الان اجى. قلت ومن الناصرية قادم سأقدمه بهذا البيت وستكون رسالة له ومتأخر. أحب وقف ضميرك والسهم جاي. أحب هذا التزامك بالمواعيد. يتفضل. تحياتنا لأبو حيدر ولأبو علي. تحياتنا لكل خدمة الحسين بهذه الليلة. يلا محمد تقي. إيه محمد تقي أنا من زمان من زمان ما شايفه. إيه وأتمنى له الصحة والعافية وكلهم كل عام. كل عام عود. ايه. وبصحة وسلامة وعافية. بالمناسبة أنا هالأيام جاي أنزل بالستوريات مالتي، جاي أنزل أشياء ما أقدر أنزلها طول السنة. ايه. اللي مثلا أقتنص قضية على أحمد، أقتنص قضية على سيد بهاء. ايه. شعبان. إي فجاي. ايه. تمشي في شعبان. جاي أنزل البضاعة المسوقها. إي. المسوقها لأنه بصير بينا. إي. هسا تغطية. حفظوا لنا إياه. إي. يلا. تحياتنا تغطية لما بين الحرمين. تحية لك أبو جاسم حبيبي. أصيناكم مشاهدينا الأحبة بنقل هذه الأجواء وتواجدنا بقرب حرم سيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين وأجواء شهر شعبان الأفراح، شهر شعبان المباركات ما بين الولادات المحمدية وما بين الموالين والمحبين الذين جاءوا للتبرك بزيارة سيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين عليه السلام. السلام عليكم. حال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مبارك عليكم هاي الولادات العطرة. احنا جئنا هذا اليوم لزيارة الإمام الحسين وأخيه أبو الفضل العباس، إصالة عن أنفسنا ونيابة عن والدينا ووالد والدينا ومن أوصانا بالزيارة والدعاء. ونبارك في هذه الزيارة الشعبانية
التي هي عنوان كل مؤمن ومسلم في دوران السنين الآتية والماضية. فهنيئا لكل مسلم ومؤمن بزيارة الإمام الحسين عليه السلام، ونزور إصالة عن أنفسنا ونيابة عن والدينا ومن أوصانا بزيارة والدعاء، ونتمنى الموفقية للجميع. الله يحفظكم. شلون أجواء كربلاء؟ أجواء جدا ممتعة وجدا ممتازة، ونشكر العتبة الحسينية ونشكر القائمين على هذه الأعمال وهذه الحدائق وهذه الأنوار وهذا التطور الحاصل. هذا التطور عظيم، وإن شاء الله نتمنى نحو الأفضل والأحسن. أحسنتم حجي. خلينا نرجع بالذاكرة أيام السابق، كانت ما متاحة الزيارة، كانت الفرص معدومة للزيارة سيدي ومولاي أبي عبد الحسين، واليوم التطور والانفتاح نشوف وإقبال الزوار من كل أنحاء العالم. شلون كانت الأيام؟ كانت الأيام الماضية أيام متعسة ومتعبة للزيارة، لأنه ما كان أكو تطور، ما كان أكو توعية، وما كان، وحتى إذا كان إنسان هو يحب الإمام الحسين فهناك مما يلقى في صعوبة بمواصلة الزيارة والمواكب والمواكب الحسينية والأجواء الدينية، من مضايقات من رجال السلطة الآنذاك. فلهذا السبب الآن اختلف الوضع اختلاف جدي وكلي، وأصبحت الآن المدينة تشبه المدينة المنورة وأحسن وأفضل إن شاء الله بالمستقبل، وإن شاء الله نباهي الأمم الإسلامية والشعوب العالمية بزيارة الإمام الحسين وبهذا التطور الحاصل. فنشكر العتبة الحسينية ونشكر كل من قام وبذل جهودا مثمرة لتطوير هذه المدينة. الله يحفظكم إن شاء الله. شكرا جزيلا لك. الله يسلمك حاج. شلونكم؟ الحمد لله مباركين. نبارك بهذا الشهر، شهر الفضيل، شهر الولادة، شهر شعبان، شهر الإسلام، ونتباهى بالأمة الإسلامية ونتباهى بالأمة الإسلامية في هذا الشهر، شهر الولادة. جئنا اليوم زائرين إلى المركز الحسيني وأخيه أبو الفضل العباس، تمسكا بديننا وطاعتنا وحبنا لأهل البيت في هذا اليوم وفي كل يوم. نحن شيعة آل محمد نفتخر ونفتخر ونفتخر بهذه المراقد الذي بنيت في أرض العراق، في أرض الخير، في أرض الطاعة. والحمد لله والشكر هاي المراقد وإنما هي كوتد أو كجبال إن تثبت وتحفظ العراقيين وتحفظ الشيعة خاصة من كل أيادي خبيثة تريد أن تنهش أو تمزق الهوية الشيعية. لا، وإنما إحنا نقوى في هذا الهجمات الوهابية، نقوى أكثر بعد ونتماسك أكثر، لأن أعداء أهل البيت كثيرون. حاج من أي محافظة جايين؟ أنا من ذيقار، محافظة ذيقار، سوق الشيوخ. كل الهلا. شلون هالأجواء في ذيقار؟ هناك روحانية بكربلاء، لكن كل المحافظات تحيي أجواء كربلاء. نعتبر كربلاء هي العزاء الأول، وسوق الشيوخ بالذات من بعد كربلاء، في حسينات، في عزاء، في حزنة، في يعني كل الأمور الحسينية من بعد كربلاء تتواجد بسوق الشيوخ. فلذلك أجواء سوق الشيوخ أجواء لطيفة وأجواء محزنة. أنا بعض الأحيان أجي هنا أشوف الزيارة أيام الأربعينية، أشوف أكو موقف يبكيني وأكو موقف يفرحني، رغم ما هي يعني زيارة حزن، بس الموقف اللي يحزني هي يعني من جابوا السبايا وجوا والناس كلها متكدرة، وإنما الموقف اللي يفرحني التماسك الشيعي، إيد وحدة، وتجي يعني فد مسيرات من حدود العراق من البحر إلى أرض كربلاء هاي الجنوبية ما عدا البغداد وديالة وكركوك، هاي تعتبر يد إسلامية شيعية قوية، هوية شيعية قوية. موفقين إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم. الله يحفظكم. قبل الله زيارتكم. شكرا جزيلا. الله يحفظكم إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم. إذن مشاهدينا الأحبة، أكيد نستمر وياكم بنقل هذه الأجواء والتواجد بهذه المنطقة مع المحبين والموالين الذين يبعثون هذه الرسائل الكبيرة التي تنطلق من أرض الحسين عليه السلام وباسم سيد الشهداء سلام الله عليه. ابقوا معنا مع باقي لقاءاتنا وتغطيتنا لهذا اليوم.
حياكم الله مشاهدينا مرة أخرى، شكرا للزميل محمد تقي اللي يعودنا دائما وأبدا بالميدان يكون مبدع، وبصراحة متفاني جدا. أنا اشتغلت وياه بالأربعينية اللي بها كورونا، أنا وياه وعلى الخالدي تحياتنا لهم حقيقة. ميدانيا شنتو؟ أي كان عندنا برنامج أني أسلط الضوء على المواكب عقائديا، وهو يسلط الضوء على المواكب خدميا، يعني حلو. يدخل للمطابخ، يدخل لورش العمل، يدخل تمام. أنا أعتبر نفسي إنسان ما يتعب، لأول مرة أتعب، لأن كنا نمشي مسافات طويلة ونصور فترات طويلة، ولما أريد أبدي أقول تعبت محمد يقول زين بعدنا ما تعبانين. الزين بعدنا ما تعبانين يخجني فأستمر. فوصلنا لمرحلة أنه يوم من الأيام سجلنا 9 حلقات. عجيب، ما تتخيل شنو صار بيه. ومحمد بعده يريد يصور، تحياتنا للزميل علي الخالدي، قال له اخوي انا راح اشوف لي ستوته واصعد بيه، تريد تصور شوف لك كاميرا صور نيال على هاي الهمه وعلى هاي الله يوفقه. هاي خدمه الامام الحسين هم بيها تدخلات الهيه. انا طبيعتي الطبيعه العامه بشكل عام عبد الرحمن نوام درجه اولى. درجه اولى مو عادي يعني. الحمد لله يعني تقفل يعني ما يستقر راسي بقى من 10 ساعات يعني. والحمد لله اذكر كل اللي يعرفوني حتى اللي يدعوني المجاز يدرون دائما يخبرون ورا الاربعه. يعني هاي يدرون هذا بوضع الا بالاربعينيه ماكو 4 ساعات كافيه. كل مرتاح ومستقر بركاته سلام. انا بالايام العاديه 4 ساعات بس بالاربعينيه 2 3 جره واحده عادي. عجيب والله. يعني انت مو من ربعنا جماعه؟ لا ابدا، ولا من ربعكم ولا من الموضوع. الله احسن انت مو انا خرب علينا. اي اقل شيء نتشارك بالتشجيع الرياضي. شوف فرد تشجيع منو؟ ومشاهداتنا قليله. تشجيع منو؟ تشجيع مو حد رياضي. اي مو انا شو اسمه اللي خاف نختلف على الملا بعد ما يصير. لا ما نقدر. اي خوش دغره قصيده لام البنين سلام الله عليها، شلون هي توصي اولادها. شاعر ذو الفقار الزيدي تحياتنا الى ابو سيف الله يطيب الصحه والعافيه اخوي هذا. يقول ام البنين انطت دريس للقيم، الله بعفتها للعباس سوت علم، وشلون دقت ساس وش طلعت عباس. ام البنين لبوة عرب وش خلفات ضرغام ويتبع ضرغام. لحسين سوتهم حزيم والله ونعيم بالتحزام. ضمتهم اليوم الشداد وشلون ضمت ميضمام. شي حرس ظلت للخيام تصدي سام. 4 وليد ما خلفت للكبر، خلفتهم يطفون عين الشمر. الله عليك. 4 وليد من البداية كلها هواي طويلة. كلش مستمتع ترى. لبوة عرب لو من المستهل. لا من لبوة عرب. لبوة عرب ويش خلفت ضرغام ويتبع ضرغام. لحسين سوتهم نعيم بالتحزام. ضمتهم اليوم والشداد وشلون ضمت مضمام. شي حرس ظلت للخيام شي ظلت تصد سام. 4 وليد ما خلفت للكبر، خلفتهم يطفون عين الشمر. لحسين شيت لاتياس وش طلعت عباس. ام البنين تقول قلت له يقول عباس من بين اخوته متفرده بتربيته. من زغره خدور والكافل مسميته. تسولف لعطف وش كثور متحمس خليته. مين يلعب تحط له العلام ويهوس بساريته. وتقول له يمه بصوت عالي ارتجز والموت خلها من ارتجازك تفز. ولا تخلي سالم راس. قالت له قدام اخوتك لا تكبر اسمك، صغر
قال لها خادم مو اخو، قالت له بس متوزر. اها. قالت له قدام اخوتك لا تكبر اسمك زبر. قال لها خادم مو اخو، قالت له عيد وكرر. قال لها ورض المعركه، قالت له لم وطشر. اها. قال لها موقف حرس، قالت له بس متوزر. قالت له على الخيمه اريدك حرس وبالحوم ويمك ما يضل اي نفس وتقطع الانفاس. ارد اوصل هذا البيت. اي. قالت له بس وياي وحده وحده تال احمد والمشاهدين. قالت لعين على القمر يا بالفضيل هذا انت. القمر يا بالفضيل هذا انت. شلون بالمعركة دورك ضوى مين يحيل وقت السكت. ما راح تعبي طلوقتك للحوم جبت الفلتة. الله. نعم. ما راح تعبي طلوقتك للحوم جبت الفلتة. شلتك على اكتافيش كثور بس راسي انت شلت. الوالد علي وشلون خلف ولد وما يطلع من الأسد إلا الأسد. وما خاب بيك إحساس وش طلعت عباس أمه. الله أحسنت وأحسن الشعر اللي ذكرت اسمه ذو الفقار الزيدي. حياه الله والله يوفقك ويوفقك. بس قل لي هذا الطور شنو شنو اسمه؟ هذا من تفاصيل البيات. يعني أحسه هو حزيني شوية. هاي مناسبة قصدة مجلس بس هي قصدة الشجاعة. اي حلوة مولانا. مناسبة على نور وجه أبو الفضل العباس كتب علاء العيساوي قصيدة عظيمة. شاعر كبير. يقول أتى رجل إلى أمير المؤمنين إلى الخيمة، قال له يا أمير المؤمنين كيف نقاتل والرجل منا لا يرى كفه؟ فنظر العباس قال بني عباس اخرج من الخيمة. نعم. فيقول قاتلنا ليلة كاملة على نور وجه أبي الفضل العباس ومن قد الضوء التفكير والإنشار. نعم. من قد الضوء التفكير ظل ينشاف الواقف بينت بزريته بظهره. الله. والعمى يشوف ظل ياخذ وراه باسبوع بحيث من النظر ظل يقطع الشعره. الله. فت قصيده رائعه. الله. عده هيك يقول عباس كانه يقول لابوي، يقول له انام بدرع ابوي. اي استحي من الكاروكي. الله. الله يوفقه ويوفق كل خدمه الامام الحسين. الله يطول عمره. ننتقل الفاصل. اي هاي القصيده على السريع بها سر عجيب. أي. قصيدة الشجاعة، قصيدة مجلس، قصيدة بها تفاخر ومراجلية. والله ما قرأتها في مجلس إلا والمجلس قام يبكي. ما أدري ليش. عجيب. لأن بها مشاعر أم البنين. ما أدري. سلام الله عليه. هاي خوش كلمة. عموماً أحبانا وأعزائنا المشاهدين يوم خوش حكي أبو فاضل ليلته دائماً استثنائية. أبو ليلة العباس. فعل. مولانا بالفارسي يقولون شب تولد شير خدا. ليلة ميلاد أسد الله. أها. بفاضل سلام الله عليه راح نروح فاصل ونرجع ويا الابطال الشباب ليله العباس. اموتهم وتموت اليوم. ايش راح اسوي بيهم؟ يوم تعداد عندنا. ايه مطيكم 30 دقيقه تهوزون بي وراجعين ان شاء الله ذاك. حياكم الله يا احبانا واعزائنا المشاهدين. رجعنا الى الفقره الاخيره اللي هو ميدان العباس الليله ان شاء الله. الليله قرايه لابو فاضل سلام الله عليه ويا شبابنا الابطال يوم القراءات خاصه مصباح الشعائري كل هالعباس سلام الله عليه. قراءات خاصه اليوم لابو فاضل سلام الله عليه. اي بس عندهم قصيده مشتركه يقرونها مثل ما قلنا لكم على السريع. اسعد الله ايامكم كل شيء. كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. الله يوفقكم ان شاء الله. روح نبتدئ بالصلاة على محمد وآلي محمد. اللهم صل على محمد وآلي. هذا مبين حرك. هذا السيد ولا بصفه؟ هذا البلش. هذا السيد. ألف الصلاة والسلام على محمد. والسلام.
عمر عباس من شعلينه من شعلينه تتباهى بالأكوان ضوى المدينة ألف صلاة والسلام على محمد وآله ألف صلاة والسلام على محمد وآله جابنا أعظم نور جابنا أعظم نور لحسين إمامي لحسين عفية عفية من حقي من جنيت من حقي من جنيت واصبح يامي هلا ألف الصلاة والسلام على محمد وآله ألف الصلاة والسلام هلا هلا على محمد وآله وتهلهي للأملاك وتهلهي للأملاك براع السواحة براع السواحة والله جميل يا أخي فطرس رجع فرحان فطرس رجع فرحان رد لجناحه ألف الصلاة والسلام على محمد وآله ألف الصلاة والسلام على محمد وآله نور القمر عباس من شعلي أنا من شعلي ونور القمر عباس من شعلي أنا من شعلي تتباهي بالأكوان أول مدينة هلا ألف الصلاة والسلام عفية عفية على محمد وآله ألف الصلاة والسلام على محمد وآله من هالشهر شعبان نور وسماحة نور وسماحة من حق صدر الدين بان انشراحة ألف الصلاة والسلام على محمد وآله ألف الصلاة والسلام على محمد وآله نظرة ودعاء نريد نظرة ودعاء نريد من راعي التار من راعي نختم عمرنا بطيب يا رب الأنوار ألف الصلاة ألف الصلاة والسلام على محمد وآله ألف الصلاة والسلام على محمد وآله أصبح دارس معروف أصبح دارس معروف للحق شعاره للحق شعاره لأهل الشرف والزود لأهل الشرف والزود جاب البشارة ألف الصلاة والسلام على محمد هلا 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 ألف الصلاة والسلام على محمد ها عمي ها الخوة كون النفس يجري بروحين ايه شوفوا إذا ما تجاوبوني الخوة كون النفس يجري بروحين ايه كون بنبض واحد يدق القلبين
يا الرد تسأل هيك أخو صاير وين دير الوجه واتجه صوب العباس والخوة صارت يوم صار العباس الخوة هلا صار العباس الخوة صارت هلا هلا الخوة صارت يوم صار العباس الخوة صارت يوم صار العباس يلا يلا قبل لا يقرأ علاوي أول شيء يعني أحييكم على اهتمامكم بالسوشيال ميديا. أنا أتابعكم أغلبيتكم. ملا عباس مو؟ شنو اسمك باليوتيوب؟ خلي هو هذا طبعاً مو من صلاحيات بس أنا اسمك كلش عجبني. لا قبلها شنو؟ أكو فد كليشة قبلها. بس خادم الزهرة. حلو. الاهتمام بالسوشيال ميديا بهذا الوقت مهم جدا، كل الرسائل ده توصل بالسوشيال ميديا، انا شفت نزلت مشاركتي في قناه الامام الحسين هذا مهم، شايفكم بالتيك توك هواي خصوصا بالاربعينيه، هواي انتم مهتمين بهذا الموضوع، لابد نبين للناس انه كل برنامج مثل ما بيسيئين بإحنا الله يوفقكم ان شاء الله، وشكرا لهذا الاستمرار. يلا يلا شباب عندنا 10 دقائق كون هوسات واحده فوق الثانيه علقها، يلا ابو فاضل روح. هو المن ولد عباس يتلفت يمين يسار نعم ويل من ولد عباس يتلفت يمين يسار خوش أم احتارت بامرة ما تدري الجرى والصار صاحت وين أبو الحسن نعم نعم إيش صابها المغوار صاحت صاحت وين أبو الحسن ما أدري إيش صابها المغوار لما عاينت بسم وقال لها على الكرار اخوتها وعلى رايه يدور راعيها على الراي يدور راعيها على الراي يدور راعيها على الراي يدور راعيها على الراي يدور راعيها اي روح روح يلا اقرا راعيها الراي يدور راعيها الراي عفية عفية بس لا تتضارك الكاميرا كل حدر بشر الحسنين عباس ولد نجمة نعم نعم حدر بشر الحسنين عباس ولد نجمة اجا ورادوا يشوفون لقوا أم الخدر يمه لقوا أم الخدر يمه الحسن بجفوفه وشال حسين ابو اليمه اخوتها ها عمها ومن شمهم ومن شمهم فلش كاروك من شمهم فلش كاروك من شمهم فلش كاروك من شمهم فلش كاروك هلا هلا يلا يلا من ورا يلا ابدع بالجمال البار رب الناس ابدع ابدع بالجمال البار رب الناس آية نور صور صورة العباس آيات نور صور صورة العباس القمر شنه القمر بالقمر ما ينقاس القمر شنه القمر بالقمر ما ينقاس أخوتها وبعدها عباس أجمل منه ويا عباس أجمل منه ويا عباس أجمل منه ويا عباس أجمل سيد بدون فاصل حتى يكمل الشباب للأخير عباس أجمل ويا عباس أجمل
ايه يلا من ورا يلا نعم نعم حاتم بالكرم معروف معروف بها الخلصة معروف كريم ما يرد خطار ودوم معزب ضيوفه حاتم بالكرم معروف بها الخصلة معروفة كريم وما يرد خطار ودوم معزب ضيوفه بس ما يوصل العباس لما انكرم بجفوفه نعم 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 بس ما يوصل العباس لما انكرم بجفوفه اخوتها عمها عباس معزب بجفوفه عباس معزب بجفوفه هلا هلا بجفوفه عباس معزب بجفوفه عباس معزب هلا 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 بجفو يلا يلا تعال منا ولا عافية عافية عباس ايش اوصفك عقلي بهيك احتار ايه عباس عباس ايش اوصفك عقلي بهيك احتار وصفك ما اميزه من الوصي الكرة وصفك ما اميزه وصفك ما اميزه من الوصي الكرة مثل خوة علي ويا النبي المختار مثل خوة علي ويا النبي المختار اخوتها هاي اخوي ها عمها ولك هاي المشاهدين ها سيدنا عباس الطف يشهد بيها 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 عباس يلا روح روح بيها عباس ايه المصورين فعلوا اكثر من عدد عفية ام البنين الجعبة العباس عفية ام البنين الجعبة العباس غيرة ومرجلة ونور ووفا واحساس عبيد حسين عبيد حسين هذا وصاحب النمار ها عمها بقماطه وينظر لحسين بقماطه وينظر لحسين بقماطه ينظر لحسين بقماطه وينظر لحسين بقماطه بساع ام البنين تقوم من يدخل عليها حسين ايه ليش بساع ام البنين تقوم من يدخل عليها حسين يقللها يقل لها ابو السجاد ما صح يا امي تقومي يقل لها يقل لها يقل لها يقل لها ابو السجاد ما صح يا امي تقومين شو تقل له تقل له ببطني العباس تقل بطني العباس هو يقوم نور العين الله اخوتها هاي المشاهدين ها وبخيت اللي يشرد
ولو حس بجيتك ينخان لو حس بجيتك ينخان لو حس بجيتك ينخان لو حس بجيتك خان لو حس بجيتك ينخان لو حس بجيتك ينخان لو حس بجيتك ينخان لو حس بجيتك سنت. الله يوفقك ويوفقكم الله يوفقكم من كل قلبي. اي والله شكرا لهذه الطاقه. عين باردة عليكم، عين باردة عليك خصوصا من عندي لان انا لا 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 كان امنيتي يعني يكون صوتي حلو. الحمد لله وربك ما يقطع. كان انا بالبحرين. يفكنا يا اخوي. ما قاعد ناخذ غيبه بالمباشر. يفك له. اذا مشاهدينا الكرام وصلنا على حكمتك. وصلنا لختام هذه الحلقه. تقبلوا تحياتنا ان شاء الله دائما وابدا. كل الكوادر الجيوش اللي بعد الكاميرات من الانتاج الخدمية الاستوديوهات صوت مصورين تجهيزات اللي ما دي يقبلون يشدوننا بريفيو هذا سامر الإدارة كل اكو شيء من الاستعلامات كل اللي موجودين هم في خدمتكم وخدمة المولى أبا عبد الله الحسين. وبالتأكيد دائما وأبدا نحرص أن نكون ولو الضوء المضيء في نهاية النفق باعتبار أنه هواية اكو مؤسسات إعلامية دشوه. اليوم كنا سولف انا واحد من الشباب مع الاسف اكو النتاج المسرحي الحسيني اكو شخص دا يشتغل بالضد من عنده ومع الاسف هو يعني من العراق. نتمنى انه يرجع لي صوابه. الفن الحسيني بكل جوانبه من رسم من قراءات من تمثيل من تجسيد بكل الصور احنا لابد انه نكون الشمعه المضيئه في نهايه الطريق. شكرا لكم، شكرا للشباب اللي موجودين. أيوة شكرا الله. لابو امير سلاوي اللي مفتقدين وان شاء الله عمره مقبوله. لك استاذي تختم وانت تشكر اهل الكنترول. ما اشكرهم انا، عندي مشكله كنترول شباب الله يحفظكم ان شاء الله خصوصا الجوراني والقائمين. واخر شيء اقول انه مؤسسه الامام الحسين سلام الله عليه قناه الامام الحسين وكل تفاصيلها محتاجه وقفه. لا تقصرون ويا سيد الشهداء سلام الله عليه. طيب والله انفاسكم مره ثانيه اقول عين بارده عليكم. الله يحرسكم ولاهاليكم ان شاء الله نشوفكم باكر على راس التاسعه في ليله ميلاد زي العابدين وليله الجمعه وجوار الحسين. في امان الله. في امان الله.